اقرا هاي القصيده واترك المنصه. جزاكم الله خير طلب الشباب وطلب الاخ حيدر. يقول من اولك لاخره بانامل المهندس الصوتي البصراوي مهتدى. ماخذ اثر عيني يومي اجيك بحلم والليل يخطيني لولاك ريح الضوء ما شمت سنيني مرتين اجر النفس بس ما يكفيني يومي يذبل خاطري فيني اجيك واسرق ايامي واشد لك الرحيل ما مل انفاسي لو لا تبيك يا علي انت لو. حصريا من المنتج المنفذ المارنز احمد. دليل نصرة للأبطال اللي احنا نايمين بسدهم كل فصائل المقاومة حتى لا اكون الى الموفق وخادم الحسين وخادم المقاومة الحبيب فاضل حسن. يقول اترن ملاوي غير اجت يشنط عطرها. اسمع اسمع لا تجاوب. اترن ملاوي بكيس من اجرها. اترن ملاوي الموت يضيع عمرها. اهل الحيانية حط لك حجارها يا داعش خف علينا اي لا تسو غير طينا يبتخانك عمينا يبتخانك عمينا. يقول تدري اللي قدر ما قدر غربي صار شراح ظليت يابس على رامل ما بيك رد القاعك براس انا غيره وما رجله لا ما تمر براسك راسك ضفيرة مهزله بس الذبح يحلالك اي مالكم جارة جبتوها بديكم اي بعد حرمت عليكم اه اقضي التوبة بيكم ايدك اقضي التوبة بيكم كل احنا نكتة وخواجيهم والعط والنفا يا با والعط والنفا. بعد شي يقول هو المشكلة من يكتب ما ادري. تريد حافي هيل ركض يسحق عليها تريد حافي هيل والمسرفن يجيها تريد حافي هيل السواتر لج مبيها السلم قصايا بعد شيعة علينا. حسن عيد طلب مال الشباب. ورد لك حيله للموذح ركبها وللمبرد قلبها وين اذا عرقت شربها ابو عبيد وما يتجيها تغصب تبقى جيله. اي شيء بصراويه اريد بصراويه ها فدوه للمبرد قلبها اذا عرق الشربها اي ما يتجيها تغصب تبقى جيل ما يتجيها اي شيالة ثجيل ما يتجيها دخيل الله ودخيل ما يتجيها شدت صواني على فشك الهولة معصاب وسلاح كم طول غرق والكم غدة عطاب شدت صواني على فشك الهولة معصاب وسلاح كم طول غرق والكم غدة عطاب يقطف الروس بمنجلة. بأنامل المهندس الصوتي البصراوي مهتدى حصريا من المنتج المنفذ المارنز أحمد.